السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم راح ندير معكم تاسع وصفة رمضانية بمناسبة دخول الشهر الفضيل، اللهم بلغنا رمضان. الوصفة هذه وش هي؟ عبارة عن مملحات أو معجنات بطريقة سهلة وبسيطة وبشكل راقي. خلينا نمر كل طريقة تحضير، ما هي المقادير اللي نحتاجها في هذه الوصفة. بداية أنا راح نبدأ لكم بالعجينة، ومن بعد راح نمر لكم للحشو. وش نحتاج في العجينه؟ عندي لهنا زوج كيسان نتاع فرينه، او ما يعادل 300 غرام فرينه. الناس اللي عندهم الميزان 300 غرام فرينه او ما يعادل زوج كيسان. عندي لهنا 100 غرام نتاع زيت او ما يعادل نصف كاس زيت. عندي لهنا ايضا حبه بيض. عندي ملعقه نتاع قهوه ملح، ملعقة نتاع قهوة خميرة نتاع الخبز، ملعقة نتاع قهوة سكر. وعندي أيضا أنا موش موجود، يعني من الأحسن تزيدوا ملعقة تاع قهوة خميرة كيميائية. وعندي لهنا 100 غرام نتاع ماء، 100 غرام نتاع ماء أو ما يعادل نصف كاس كما راكم تلاحظوا. هذه هي. دوكا خلينا نمروا لطريقة التحضير. راح ندير الفارينة تاعي، بطبيعة الحال لازم نغربلوها. نزيد الكأس الثاني، ملعقة نتاع قهوة، ملعقة نتاع قهوة، عندكم لا ديروا ملعقة تاع أكل، ملعقة تاع قهوة، يعني كلش راح نوزن بالملعقة تاع القهوة، سواء الملح أو السكر أو الخميرة الكيميائية أو الخميرة نتاع الخبز. أنا الخميرة الكيميائية اللي هنا ماهيش موجودة، ولكن انتما اذا عندكم من الاحسن ديروها. نخلط المواد الجافه كام مع بعض هكا. راح نزيد حبه بيض، ونزيد السكر، عفوا الزيت، نصف كاس نتاع زيت. وراح نخلط هذه المكونات مليح مع بعض. دركا كما راكم تلاحظوا راني خلطت مليح هذوك المكونات مع بعض، دخلتهم مع الفرينه مليح. دركا راح نزيد الماء. الماء ممكن ديروا كامل الكميه، ممكن تكون اقل شويه، لانه كل فرينه وكيفاش. انا لهنا استعملت لابال. نزيد، راح نزيد الكميه كامله. كما قلت لكم حسب العجين او حسب الفرينه النوعيه تاعها، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. هذه هي. نتوما لهنا حاولوا غير تلموها، ما ندلكوهاش في البدايه، راح غير لموها بهذا الشكل. اذا كما راكم تلاحظوا العجين تاعي دركا راهو يعني راني غير لميته ما دلكتوش. نحطها في علبة كيما هذه تكون تغلق. راح نغلقها ونخليها على جهة. لهنا راح نعطي لكم الطريقة، ولكن راح نهضرها لكم شفهيا، مانيش راح نعطي لكم في الفيديو باش ما نكثرش بزاف الوقت. لهنا راح نخليها حوالي 10 دقائق ربع ساعة ترتاح، من بعد راح نزيد ندلكها ونزيد نحطها، نزيد ترتاح شويه وراح نزيد ندلكها. كما راكم تعرفوا هذه العجينه ما فيهاش بزاف الخميره، يعني ما تحتاجش بزاف الطلوع، ولا نخليها ربع ساعه وراح نزيد ندلكها شويه، ونزيد نخليها ربع ساعه ونزيد ندلكها مرتين. المره الثالثه راح نخدم بها. انا دوك راح نخليها الطريقه على جهه، نخدمها يعني برات خارج هذا التصوير، ولكن نكمل معكم الحشوه واش راح ندير فيها. بالنسبه للمقادير اللي نحتاجها في الحشوه، واش عندي؟ عندي لهنا لا كريم فراش لو ماتر، تقدروا تعوضوا باي كريم فراش وحده اخرى، اي نوعيه اخرى، مش شرط لو ماتر. عندي فرماج فوندي، ايضا تقدروا تعوضوه بالبورسيون تاع الحبيبات هذوك تاع الحبات المثلثات. عندي لهنا القرعه، راني سكرفشتها. عندي ايضا لهنا البصل قطعته طرف صغار. عندي ايضا السناريه، حبه قرعه وحبه سناريه ايضا سكرفشتها. وعندي لهنا زيتون قطعته طرف صغار. عندي لهنا صدر الدجاج كما راكم تشوفوا، وعندي ربع سنات نتاع ثوم. دوكا راح نمر معكم لطريقه
تحضر بلا ما ننساو الملح والفلفل الكحل. اذا قطعت السكالوب تاعي كما راكم تشوفوا الى اطراف صغيره، وراح ندير معاه سنينات نتاع الثوم، وراح نخليه يترحى. اذا السكالوب تاعي راهو ترحى كما راكم تلاحظوا، بقى راح نديرو في صحن. دركا في مقلاة ندير شويه زبده بهذا الشكل، باركولي المقلاة تاعي راهي جديده. راح ندير البصل هو الاول، نزيد له القرعة، هنا في الشرق نسميوها الجريوات، وكاين اللي يسميها القرعة. راح نضيف الزيتون، نضيف لها الملح، وراح نزيد ندير الفلفل الأسود. يعني هذا هما التوابل اللي راح نتبلهم بها، الملح والفلفل الأكحل. نخليهم حتى يذبلوا مليح، وراح نضيف لهم اللحم أو الاسكالوب نتاعنا. كما راكم تلاحظوا دركا راح نزيد نضيف الاسكالوب تاعنا او صدر الدجاج. انا لهنا على عجبتني هذه الوصفه، حبيت نشاركها، شاركتها على جال الاطفال، لانه كاين اطفال بزاف وكاين عائلات بزاف في شي امهات يشتكيو من الاطفال تاعهم، قالك ما ياكلناش الخضر. هذه الوصفه يعني تقدري ديريها، ديري لهم الخضر داخل مخبوزات كما هذو، وراح تستفادي بزاف من هذه الوصفة إن شاء الله، وراح يأكلوها الأطفال وماهمش راح يتولوا الخضرة. هذه هي، دوكا راح نطيبها أيضا ونرجع لكم. راح نزيد ندير فرماج، يعني ندير طرف لا بأس به، ما نكثروش بزاف وما نديروش قليل، ونخلط مليح. بعد ما دخل هذاك الفرماج كامل في الحشوة تاعي، دوكا راح ندير لاكريم فراش. انا لاكريم فراش على هزتها، يعني تقدروا ما تضيفوهاش، انا ما نحبش الحشوه تكون يعني شايحه. حوالي 3 ملاعق نتاع كريم فراش، ما تكثروش بزاف، بهذا الشكل حوالي 3 ملاعق نتاع، ونطفي عليها. نزيد لها بعد ما نضيف لها لاكريم فراش، نزيد لها حوالي 2 دقائق ونطفي عليها باش ما تجيش ناشفه لاكريم تاعنا او الحشوه تاعنا عفوا، بهذا الشكل. انا دوكا راح نطفي عليها النار. هذه هي الحشوه تاعنا راهي واجده. دوكا راح نمر معكم كيفاش راح نشكل الخبزات نتاعنا. اذا دوكا راح نجبد العجينه تاعي بعد ما خليتها ارتاحت، بهذا الشكل. شوفوا كيفاش دارت لي البامبويات. دوكا راح نجيب الكوبات ونكوبي بيه، عفوا ونكوبي بيه على على ما اظن دير لي 15 وحدة. انا راح نوزنهم، نحاول نقطعهم برك وراح نوزنهم. اذا انا وزنتهم 50 غرام في كل بولة، درت 50 غرام. نتوما اذا ما عندكمش ميزان، يعني عينكم هي ميزانكم. دوكا هذو راح نخليهم على جهه، وراح نخدم معاكم الزوج هذو. دوكا واش راح ندير؟ ندير الفرينه في لو بلون دو طرافاي تاعي من الفوق ومن تحت، لانه العجينه تاعي راهي شويه ملساء، تلصق شويه في الايد، ونفتحها على شكل دائري. اذا بعد ما فتحتها نحتاج الجراره، واش راح ندير؟ ندير بهذا الشكل، نزيد واحد منا، حاولوا يكونوا كيف كيف، ودير هذا الخط الاول عفوا
دير واحد في النص، يعني ندير ست خطوط بهذا الشكل، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، نزيد هذا الأول، نزيد له الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، ونزيد له السادس. واش راح ندير؟ عندي لافارس، نجيب لافارس تاعي ملعقة تكون مملوءة بهذا الشكل ونحطها في هذا المكان بهذا الشكل، نمسح يديا وراح نجيب هذا المثلث، ان شاء الله تكون الصورة واضحة، نجيب هذا المثلث ونغلق به، يعني العجينة شوفوا راهي إلاستيك بلا ما نديرو البياض بهذا الشكل، ونحاولو نغطيو منه بهذا الشكل، وراح نجيبو هذا نحطو هنا، نزيد هذا نحطو هنا، ونكمل بهذا الشكل، راح يعطينا شكل بزاف راقي. وهذه الزوائد انا بعدا راح نحيهم، شوفوا كيفاش، نزيد نكمل هكا حتى نخلص كامل العجين، واذا كانت زيادة بزاف نحيها بهذا الشكل. هذا الزوائد هذو كامل راح نحيهم وراح نتحصل على هذا الشكل، شوفوا كيفاش يجي. واش ندير؟ نحكم بلاطو، ندير فيه بابي دو كويسون ونحطهم. اذا راح نزيد معكم حبه ثانيه باش تفهموا مليح. اذا تفتحوها بهذا الشكل، ما تفتحوهاش بزاف، ما تكونش رقيقه بزاف، حاولوا دائما النص يكون خشين شويه. وراح ندير مثلث هو الاول بهذا الشكل، وراح ندير ست خطوط يكونوا يعني تكون رقيقه شويه باش تعطينا شكل مليح، ثلاثه اربعه تقدروا ديروا خمسه، وهذا السادس، زوج ثلاثه اربعه، واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه، وهذا السادس. نجيبو كيما قلت لكم لافارس بهذا الشكل، ملعقه نزيد فيها باش ما تخرجليش لافارس بهذا الشكل، نعدلها مليح، وراح ندير بهذا الشكل، يعني عفوا نحاول نزيد نمشي فيها شوي قدام باش تغطى مليح بهذا الشكل، ونضغط بهذا الشكل، وراح نبدا بنفس الطريقة الأولى، راح نبدا نخدم بهذا الشكل، هذه الأولى هذه الثانية، نجيب يعني بالوحدة بهذا الشكل، وحدة منا ووحدة من هيه، حاولوا كي تقطعوا قطعوا مليح باش تجيكم مليحة. هاد الزوائد كيما قلت لكم قبيلتها نحيهم كامل بهذا الشكل، حاولوا تضغطوا هنايا نتحصل على هذا الشكل. هذه هي، انا نكمل كامل الكميه بنفس الطريقه ونتلاقاو قبل ما نطيبهم. اذا المملحات تاعي راهم حاضرين، انا شكلتهم وخليتهم حوالي ربع ساعه وهما يخمروا، لازم بعد ما تشكلهم تخليهم ربع ساعه. دوكا واش عندي هنا؟ عندي صفار البيض خلطته مليح، وراح ندير لهم من الفوق مليح، ممكن ديروا بيضه كامله، انا عندي الصفار موجود من قبل ما حبيتش نطيشو او نرميه، حبيت نديرو لهاد الحبات. انايا دارت لي هاد الكميه، دارت لي 12 حبه، دارت لي 12 حبه. نتوما اذا عائله كبيره حاولوا تدوبليو الكميه، لانه انا الحشوه راهي جاتني بزاف ولكن العجينه ما جاتش بزاف، هذه الحبه الاولى ما جاتش مليحه،
هذه هي، انا راح نكملهم كامل. اذا انا راني درت لهم صفار البيض ودرت لهم شويه نتاع سينوج، تقدروا ديروا لهم نتوما جلجلانيه ولا اي حاجه من الفوق، يعني تشبحهم كما بغيتوا. انا درك واش راح ندير، فوتهم الفرن، الفرن تاعي راني شعلته على 180 درجه، بعد ما يطيبوا ان شاء الله نتلاقاو في صحن تقديم. وصفه اليوم راهي حاضره معنا كما راكم تشوفوا، معجنات او مملحات بهذا الشكل، بزاف ملاح. انا حبيت نقطع معكم حبه، نعطيكم كيفاش جات، شوفوا كيفاش جات، والداخل الحشو راهو يعني ماهوش ناشف. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله جربوها في هذا الشهر الفضيل. اذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. واذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو. بقى لي نقول لكم نتلاقاو في عدد اخر. سلام.